قضية اللغة العربية في الروض مهمة جدا، لأنه كان الآن واحد التيار في مجموعة من المدارس التي تعتبر نفسها أنها مدارس راقية واستجابة لبعض الطلبات لبعض الآباء أن يقتصروا على اللغة الفرنسية في الروض، وخاصة السنة الأولى، بدعوى أن الطفل لازم يتعلم هذه اللغة من سن جد مبكرة وهو في عمره 2.5 أو 3. الواقع مخالف لذلك، لأن المناهج الدولية كلها في الأول تركز على ضرورة اعتماد اللغة الأم ولغة البيت في أول اتصال للطفل مع المدرسة، يعني الروض الصغير لا بيتيت سيكسيون أو الروض الأصغر لا توت بيتيت سيكسيون. وهذه اللغة بالنسبة لنا احنا كمغاربة هي اللغة العربية الدارجة المهذبة، هي اللغة التي يجب أن تكون حاضرة في أول عمر طفل في الروض. علاش؟ لأنه هذا يمنح الطفل فرصة للتجاوب وللاندماج أفضل مع الهدف التربوي الأصيل للروض. ونذكره في الحلقة الأولى تكلمنا أنه الهدف الأصيل هو تعلم مهارات حياتية وتعلم مهارات عرضية وليس مهارات كتابية قرائية حسابية. فلما كيكون اللغة ميسرة سلسة، هي اللغة التي يتكلمها الأبوين والعائلة، هذا لا يعرض الطفل لعائق التعبير بلغة جديدة. لما نركز على تعليم الطفل النطق بلغة جديدة يفقد ملكة تعلم المهارات الحياتية، كيبقى مركز على التعبير لو لونغاج، وكنفوت عليه الأهم. والمناهج الدولية المتميزة ومنها المناهج الفنلندية، معروف أنهم هما رقم واحد في التعليم الأولي، متطابقة مع هذا الخيار. وكل الدول المتطورة كتقول بأنه يجب أن يكون أول اتصال للطفل مع المدرسة بلغته الأم. ثم نقطة أخرى مهمة، لما نمنح اللغة العربية حظها في التوزيع اللغوي في الروض إلى جانب الفرنسية والإنجليزية، هذا لا ينقص فرص الأطفال لتعلم اللغة الفرنسية، كي يتعلموا ينطقوا باللغة الفرنسية وكي يتعلموا ينطقوا باللغة الإنجليزية. من طبيعة الحال ما يمكنش في الروض تاخذوا ويمشي يولي مذيع في التلفزة باللغة الإنجليزية، كي يتعلم كلمات بسيطة معجم يعني لوليكسيك، وكي يفرح بهذه اللغة الجديدة المكتشفة، رغم أن العربية هي الأساس. يعني ما نتصورش أنه إذا كانت العربية حاضرة وهو شيء طبيعي غادي يتراجع الطفل في تعلمه للغات الأخرى. من طبيعة الحال لما نقحم لغة أجنبية في الروض كيكون من باب الاستئناس ومن باب اكتشاف رنة تلك اللغة وليس من باب تعلمها، لأنه التعلمات المعرفية قلناها كتبدا حتى الابتدائي. فهذه مسائل مهمة جدا ووصية للأباء، أنه لغة التواصل الأولى للطفل في الروض، إذا افترضنا أن الروض يحترم المبدأ الذهبي ديال التعلمات الحياتية، هي لغة الأم، هي اللغة الأم اللي هي العربية الدارجة المهذبة والتي تخاطب وجدان التلميذ.